والله اكو تصوير للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: فلو مثلتهم لعقلك، بالنسبة للموتى، فلو مثلتهم لعقلك او كشف عنهم محجوب الغطاء لك لرأيتهم وقد ارتشخت اسماعهم بالهوام فاشتكت واكتحلت ابصارهم بالتراب فخشفت وتقطعت الألسن في الأفواه بعد ذلاقتها وهمدت القلوب في الصدور بعد يقظتها وعات في كل جارحة منهم جديد بلا شمجها وسهل طرق الآفة إليها. ونجل عيون في محاسن جمة قشى الدود في تمزيقها بحرابه. تلقاه هذا تجي هالعين الأنيقة هاي، ينتهي الأمر بها إلى أن تتحول إلى مرتع إلى الديدان. وهامة هي ميدان لمعرفة أضحى بها للبلا، والدود ميدان لا الشامرون ولا الوادي ولا البانو، كأنما الأرض ما كانت ولا كانوا، بدء النهاية في يوم البداية للأعمار، فالحل بالترحال إذان. أنحن في هذه الدنيا حقائق أم ضرب من الوهم عاشت فيه أذهان؟ عليك.